السلام عليكم مشاهدي قناة تكفون سات، أهلا وسهلا بكم ورمضان مبارك للجميع. كما يعرف الجميع، كأس العالم روسيا 2018 على الأبواب، والكل يسأل على القنوات الناقلة مجانا لهذه التظاهرة العالمية. اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى ثلاث أقمار مهمة ومضمونة الفرجة مجانا. يتعلق الأمر بقمر بدر 26 و24 مباراة التي ستنقل على بناء المفتوحة، وكذلك قمر أسترا القنوات الألمانية التي تذاع جميع مباريات كأس العالم، وكذلك قمر أوتيلسات 3.1 والقنوات اليونانية الرائعة التي تنقل جميع مباريات كأس العالم. إذا موضوع اليوم هو كيفية تركيب مسطرة على الطبق والتقاط ثلاث أقمار دفعة واحدة لمشاهدة جميع المباريات كأس العالم. في الأول لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لكي يصلك الجديد من الفيديوهات. إذا مباشرة سوف نمر إلى الطريقة، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. إذا مباشرة سوف نمر إلى الطريقة. أولا عليك ضبط الطبق على قمار الأوروبي الهوتبورد كما نلاحظ هنا، فهذا المكان هو للهوتبورد، وهنا ركبت رأس لقمار أسترا. إذا ما علينا سوى تركيب قمر بادر 26 وقمر أوتيلسات 3. سنبدأ أولا بأوتيلسات 3 كما نرى هذه المسطرة، صنعتها بنفسي كما نلاحظ هنا. هنا تقسيم لكي تذهب إلى الأمام وإلى الوراء كما نلاحظ، فهي لينة هنا ثم هنا على حسب قمر بادر 26. إذا سوف أركب رأس قمر كما نلاحظ هنا، كما تلاحظون هي سهلة التركيب، مصنوعة من البلاستيك كما نلاحظ هنا، هي بلاستيك، وهنا ما سيباع في محلات بيع مواد البناء الدروغلي. إذا سوف نركب الرأس كما نلاحظ هنا، فهي سهلة التركيب كما نلاحظ، فقط إذا كما نلاحظ هنا فهي تذهب إلى اليمين إلى اليسار كما نلاحظ. هذا قمر أوتيلسات 3. يكون الشرح سهل وواضح، ما علينا سوى استعمال هذا كما نلاحظ ما بين أوتيلسات 3 وقمر أوتبورد، فهي تقريبا 20 سنتيمتر كما نلاحظ هنا، فهي 20 سنتيمتر فقط ما بين قمر الأوروبي هوتبود وأوتيلسات 3، وما بين أسترا وقمر أوروبي هناك 7 سنتيمترات، 7 سنتيمترات فقط. إذا سوف نركب مسطرة، نركب رأس لاقط لقمر بدر كما نلاحظ هنا، نفس الطريقة نفس الشكل كما نلاحظ. سوف نركبها هكذا، الضغط على الأسفل. فكيفية صنع مسطرة الطبق سوف أضع لكم شرح رابط تحت هذا الفيديو، كيفية صنع مسطرة بنفسك من أشياء بسيطة جدا.
إذن كما نلاحظ هنا، فأمسطرة موجودة وجاهزة وسهلة جدا. سوف نرى الفرق مثلا بين قمر بدر 26، هناك 21 سنتيمتر، 21 سنتيمتر ما بين بدر والقمر الأوروبي، وما بين قمر بدر وأسترا هناك فقط 12 سنتيمتر كما نلاحظ هنا تقريبا. المهم المسطرة سهلة، إذن المسطرة سهلة التركيب، لا تحتاج إلى وقت كثير، يعني بعض دقائق سوف تركب مسطرتك بشكل جيد لك. إذا مباشرة سوف نذهب إلى التلفاز لنرى هل صحيح اشتغلت 3 أقمار أم لا. إذا سوف نذهب إلى التلفاز. إذا كما نلاحظ هنا، فجميع الأقمار شغالة 100% كما نلاحظ هنا. قناة زدف الألمانية التي تنقل تناوبا جميع المباريات، وهذه قناة قمر بدر بين سبور العربية كما نلاحظ هنا، ستنقل كأس العالم 24 مباراة هي من بدر. ثم هذه القنوات الرائعة اليونانية كما نلاحظ هنا، RTHT فهي شغالة كما نلاحظ هنا، رغم أن الإشارة 32 فهي شغالة. إذا كل هذا ما لدينا في هذا الشرح. متابعي قناتك لا تنسوا الضغط على جيم إذا أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد من الفيديوهات، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله. إذا كما نلاحظ هنا، فجميع القنوات شغالة كما نلاحظ. هذه قناة بين سبور أشد التي تنقل كأس 24 مباراة في كأس العالم. سوف نمر إلى قناة الألمانية زدف كما نلاحظ هنا، إشارة جيدة فهي ستنقل كذلك مباراة كأس العالم. ثم نذهب إلى قناة اليونانية و RTHT التي تنقل كما نلاحظ هنا، فهي شغالة كذلك، شغالة جميع القنوات شغالة في القنوات اليونانية و أوتلسات 3. إذا متابعي قناة تيكفونسات كل هذا من في هذا الشهر، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو إذا أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إذا شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.